Hello, my beautiful student. How are you today? Today, inshallah, we will continue our grammar about present perfect continuous tense. وحكينا متى بستخدم المضارع التام المستمر؟ نستخدمه لما نحكي عن حدث بلش في الماضي ولحديت الآن مستمر. Okay, please open your pupil's book, page number 87, activity 2. Look. Read and match. Write the letters. بدنا نتأمل الصور اللي عنا. نشوف كل صورة عن شو بتحكي. و نقرأ الجمل. ونوصل. بدنا نكتب كل حرف من حروف الموجودة في الصورة. يعني نشوف هاي الصورة بتناسب أي جملة من الجمل الموجودات. ونكتب هون الحرف. أوكي؟ طيب. خلينا نطلع الصور. زي ما انتو شايفين اول صورة عندنا شايفين family او tribe عائلة قاعدين in peace صح؟ قاعدين في سلام number B الصورة الثانية شايفين دقنويدة مسافر C an old woman مالها نايمة طيب هون chief او the evil chief متذكرينه لقبيلة أناندوغا وهون عنا warriors مالهم عمالهم بتقاتلوا وآخر إشي شايفين إحنا عنا التريب مع هايواثا خلينا نشوف الجمل اللي عنا The warriors have been fighting for years بيحكي لي إنه المحاربين يتقاتلون لمدة سنوات أنو صورة فيهم؟ Excellent E طيب Number 2 The old woman has been sleeping for a long time يعني المرأة الكبيرة بالسن كانت نايمة لمدة كانت وما زالت نايمة لمدة وقت طويل أوكي؟ يعني هي نايمة وما زالت يعني كانت نايمة وما زالت نايمة أوكي؟ طيب دقنويدة has been traveling for many days دقنويدة سافرة لمدة أيام عديدة بي اوكي يعني هو سافر كان وما زال مسافرا هايواثا has been speaking to the people since midday بحكي لي انه هايواثا كان يتحدث مع الناس منذ منتصف النهار يعني من منتصف النهار لحديت الآن يعني هم هون قصدين في الجملة إنهم إنه بيحكي معهم okay طيب number five the chief has been living in a cave since the spring بيحكي لي إنه الرئيس كان عايش في الكهف منذ الربيع Number 5 with T. 6. Number 6. The tribes have been living in peace since last year. يعني القبائل كانت تعيش بسلام منذ أو تعيش عاش القبائل عاشوا بسلام منذ السنة الماضية with A إذن حكينا إنه الماضي سوري المضارع excuse me إذن حكينا إنه المضارع التام المستمر بستخدمه لحدث بلش بالماضي ولحديت هلأ مستمر أوكي okay.
Have a nice day. See you later. Bye-bye.